بعد يوم من الإفراج عنه، استقبل عدد من مشايخ قبيلة حاشد بمنزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر اليوم الشيخ سام الأحمر بعد يوم من إفراج جماعة أنصار الله عنه بصنعاء، وإثر اعتقال دام 106 أيام. ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر أمني قوله إن إطلاق سراح الأحمر جاء عقب اتفاق بين جماعة أنصار الله ولجنة من الوساطة القبلية على أن يغادر سام الأحمر الأراضي اليمنية.